أخبار اليوم. والنهاردة من داخل مدرسة توفيق الحكيم الابتدائية لقانا مع سيادة المستشار فهد البجوري، هيكلمنا عن حركة الانتخابات في تاني يوم في أول يوم الإعادة. حضرتك تقول لنا إيه أخبار الناخبين وتوافدهم؟ هو طبعا المعروف ان الانتخابات المره دي فيها الى حد ما اقبال، يعني معقول، ما نقدرش نقول ان هو الاقبال كبير، في نفس الوقت مش ما نقدرش نقول ان الاقبال ضعيف قوي. الانتخابات برضو كون ان هي على يومين فنسبه الاقبال بتبقى على مستوى اليوم الكامل بتبان في الاخر. احنا دلوقتي لسه الساعه دلوقتي تقريبا حوالي 10 وربع او 10 ونص، العدد اللي جه معقول مقارنه بالفترة اللي فاتت اللي هي قبل الإعادة. كان نسبة الإقبال اللي كانت وصلت بالنسبة للجنة عندي كانت حوالي 24%، فهو نفس الريتم تقريبا اللي هو رتم الحضور، يعني مش مختلف. الناس بتيجي على فترات متباعدة، ودايما الإقبال بيزيد في فترة آخر النهار، بيبقى الناس رجعوا من شغلهم واللي اتغدى فهو بدأ يجي. بقى دايما بتبقى الفترة بتاعت الصبح أهدى شوية في الشغل، بعد الظهر بتبقى فترة لحد ما فيها إقبال أزيد من الصبح، فبيبان نسبة الإقبال بقى في آخر اليوم. هل بيبقى نسبة التصويت أكتر من الرجال أم من النساء؟ في اللجنة عندي هنا لأن هي رجال ونساء، فتقريبا النسبة إلى حد ما نقدر نمسى أكتر شوية، بس مش نسبة كبيرة، يعني مثلا لو قلنا 55% سيدات و 45 رجال. بالنسبة بقى هيكون ايه الاجراءات بعد كده لمرحلة الفرز في اليوم الاخير من الاعادة؟ هو طبعا الاجراءات الجديدة السنة دي اللي هي في الانتخابات ان هو بقى في راحة من الساعة 2:30 للساعة 3:30، اللجنة بتقفل والصندوق بيتم قفله بالقفل البلاستيك من 2:30 ل 3:30، دي راحة لاعضاء اللجنة. بعد كده بننهي عملية التصويت في الساعة 9، لو في حد لسه موجود بنستمر بندخله جوه المدرسة وبنستمر في التصويت لغاية لما ينتهي العدد اللي موجود، وبنقفل الصناديق وبنعمل محاضر قفل وبنحطها في أوضة في غرفة مؤمنة، وبنبدأ إن نقفلها بالشمع ونعمل محضر قفل، ونعمل تاني يوم بنعمل محضر فتح، كل ده بيبقى في حضور مندوبين المرشحين. اليوم التاني بنبدأ برضه نفس الإجراءات، بنبدأ نشوف التشميع اللي على الغرفة ونشوف التشميع اللي على السنة دي، ونفتح برضه في حضور المندوبين المرشحين، ونكمل اليوم لغايه الساعه 9. بعد كده بعد انتهاء التصويت بنبدا نقفل اللجان كتصويت، ونبدا في عمليه الفرز ونفتح الصناديق ونفرز برضه في حضور مندوبين المرشحين، وبنسجل الفرز في محاضر الفرز وبنسلم فيه مندوبين مرشحين بياخدوا عايزين نسخ من النتيجه، بنديهم نسخ من النتيجه، وبعد كده بناخد الاوراق نسلمها في اللجنه العامه اللي هي اللجنه العامه 11. سيادة المستشار، احنا بنشكر حضرتك ونسيبك تتابع المهام، وكمان في اقبال اهو ابتدى بالناخب. ماشي يا فندم، انا سعيد.